السلام عليكم. سامسونج جالاكسي الاس 24 سيحصل على الشاشة بمواصفات خرافية ومذهلة حسب آخر التسريبات، بعد أن أعلنت شركة سامسونج عن كل من الجالاكسي زي فليب 5 والزي فولد 5 رسميا. بدأت الأنظار تتجه الآن بشكل أكبر إلى سلسلة الجالاكسي الاس 24 في وقت سابق من هذا الأسبوع. تم الكشف عن أن سامسونج ستطلق إصدارات تعمل بمعالج الإكسينوس من سلسلة هواتف الجالاكسي الاس 24 في أوروبا وبعض الدول الأسيوية. الآن ظهرت بعض المعلومات المهمة حول الشاشات في سلسلة الجالاكسي الاس 24. من المتوقع أيضا أن يكون جهاز الجالاكسي الاس 24 والجالاكسي الاس 24 بلس لديهم حواف أنحف وشاشات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة. تفاصيل شاشة هاتف الجالاكسي الاس 24 المنتظر وفقا لما ذكره المسرب آيس يونيفرس، فإن جالاكسي الاس 24 والجالاكسي الاس 24 بلس يشهدان بعض التغيرات في التصميم، وستتميز الهواتف بإطارات أنحف من الإصدارات السابقة الجالاكسي الاس 23 والاس 23 بلس. ولقد أكدت أن الجالاكسي الاس 24 والجالاكسي الاس 24 بلس سيحتويان على شاشات الـ LTPO OLED والتي يفتقر إليها الإصدارات السابقة توفر شاشات الـ LTPO معدل تحديث متغير من 1 إلى 120 هرتز، مما يحسن كفاءة الطاقة وعمر البطارية. قامت سامسونج أيضا بزيادة سعة بطارية هاتف الجالاكسي الاس 24 بلس، وتم الكشف بالأمس أن هاتف الجالاكسي الاس 24 بلس يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4900 ميلي أمبير، أي زيادة بمقدار 100 ميلي أمبير من بطارية هاتف الجالاكسي الاس 23 بلس التي تبلغ سعتها 4800 ميلي أمبير. يمكن أن يؤدي الجمع بين شاشات أكثر أو شاشة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة ومعالج أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وبطارية أكبر قليلا إلى تحسين عمر البطارية في الجالاكسي الاس 24 بلس من الاس 23 بلس والاس 23 بكثير. هاتف جالاكسي اس 24 ألترا قد يصل بهيكل من التيتانيوم. يقال إن الجالاكسي اس 24 ألترا يتميز بتصميم مشابه بشكل عام لهاتف الجالاكسي اس 23 ألترا. يمكن أن يحتوي الهاتف أيضا على هيكل من التيتانيوم هذه المرة، مما يمنحه المزيد من القوة ولأول مرة في هواتف سامسونج. من المتوقع أن يستخدم جالاكسي اس 24 ألترا نفس مستشعر الكاميرا إيزوسيل HP2 بدقة 200 ميجا بيكسل المستخدمة في الجالاكسي الاس 23 ألترا، وقد يحتوي الهاتف المتطور القادم على كاميرا تيليفوتو مطورة مع تقريب بصري حتى 5X أعلى من 3X. وبالتأكيد سأزودكم بالمزيد من المعلومات حول الجالاكسي اس 24 السلسلة بالكامل في حال ظهورها مع اقتراب موعد إطلاقه إن شاء الله المتوقع في أوائل عام 2024 و يعني شهر فبراير أو أواخر شهر يناير. ما هي التحسينات الأخرى التي ترغب أن تتوفر في سلسلة الجالاكسي الاس 24؟ شاركونا عبر التعليقات ولا تنسوا دعم القناة. دمتم سالمين، مع السلامة.